السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، حياكم الله في مقطع جديد. نستعرض ملابس الهيلوين والأقنعة والألوان. طبعا في المقطع السابق يعني أنا ما عرضتهم بشكل كامل، ولكن في هذا المقطع إن شاء الله راح نعرضهم بشكل كامل كما طلب أحد المتابعين، وإن شاء الله المقطع يعجبكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. That material is imported.